حبينا قبل ما نختم نسيب لكم حاجه كده، يعني فقره كوميديه دايما هنعمل كده في الختام، فقره اقرب منها الى الاعلام الرياضي، هي حاجه كده كوميديا بحيث نرفه عنكم برضو. نسمع كابتن خالد الغندور قال ايه عن مكالمه كابتن سيد عبد الحفيظ ورايه في الموضوع ده كان ايه، ونرجع نسمع حاجه تانية مهمه. نطلع للفيديو. الكارثه اللي حصلت دي كارثه بمعنى كلمه كارثه، فنكوش موضوع تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ وانه هيمسح رقمه وتحقيق اتحاد الكره معاه، فنكوش، طلع فنكوش. للاسف هنا بتدار كره القدم في مصر بهذا الاسلوب، واحد بيقول على حكم انه بيطلع يعتذر لنا وانا همسح رقمه. معلش انت هتعمل فيها واد تو ايه ده؟ حرام عليكم، تحريف المعرفة. تحريف في ايه؟ ايه علاقة رقم سيد عبد الحفيظ بالاعتذارات؟ ايه علاقة ان سيد عبد الحفيظ يطلع يقول همسح رقمه؟ مال المسح بالاعتذار؟ ومعنى انه همسح رقمه ان عنده رقمه، ومعنى ان عنده رقمه وعايز يمسحه يعني مش عايز يرد عليه تاني. ده الناس اللي ايه يعني مخها متعلمه او مش عامله مش عايزه تستعبط. يعني احنا هنا ما بنناقش راي كابتن خالد الغندور خالص، قتل بحثاً، احنا بنناقش ظروف التحولات الغريبة الكابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور بيفكرني بيقول يا متعلمين يا بتوع المدارس، ومعنى ان انا عندي رقمه همسح رقمه يبقى عندي رقمه. طب نشوف حد قريب قوي من كابتن خالد الغندور، قريب قوي قوي يعني، هيرد عليه في الفيديو اللي احنا سمعناه من شويه. مدير كرة ايا كان بقى اهلي او زمالك، وان انت تتاسف له وتعتذر له، ايه ده؟ احنا وصلنا لايه؟ بس انا ما شفت الفيديو بصراحه، عشان انا بحب اكون منصف يعني، ما شفت الفيديو بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ ما قالش ان هو بيكلمني وبيعتذر لي، يعني هو قال ان هو بيعتذر لنا، وهو فعلا يعني طلع على السوشيال ميديا اكتر من مره اعتذر. لكن فكره ان هو هيمسح رقمه ده ممكن يكون يعني رقمه موجود عادي على التليفون، يعني فهمت قصدي؟ انا ما شفتش الفيديو بس آه. لا تتعجب انه خالد الغندور في الفيديو الاول والفيديو الثاني. الفارق بين الراي ده والراي ده 9 ساعات، من الراديو الصبح لبالليل على اليوتيوب. ده هنا نهايه الكلام، نشوفكم في حلقه جديده. بشكرك يا فارس، عوده موفقه. سعيد يا اسامه، ونتمنى نكون قدمنا وجبه دسمه للجمهور، ونوعدكم بالمزيد دايما، لان الاهلي هيظل خط احمر. انتهى كلامنا، ليكم محبتنا وسلامنا، نشوفكم في حلقه جديده. سلام.